الاهرام بتتكلم على ايه؟ بتتكلم ان مصر خلاص بتتصدر المجموعه بعد الفوز على اوغندا بنتيجه 2-0 وبتتاهل لدور ال 16 كمتصدر، وده شيء مهم جدا. وبتقول ان طبعا فوزنا بهدفي صلاح والمحمدي وتكرار المباراه اللي قبليها مباراه الكونغو اللي كسبنا فيها ايضا بهدفي صلاح والمحمدي. بيتكلموا في ايه الاهرام؟ بيتكلموا على ان المنتخب بيواصل مشوار الفوز دون الاداء المقنع، وده اللي احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم فيه من شويه، وان الجماهير بتتساءل هنعمل ايه امام الكبار، وهو فعلا سؤال المواطن المصري حاليا لما هنقابل اي منتخب كبير هنعمل ايه؟ مش عارفين. الاداء مخيب للامال، لكن النتائج ما تدلش خالص على ادائك السيء ده بصراحه. فالسؤال ده نتمنى ليه اجابه تكون من خلال ارض الملعب، من خلال الاداء والنتائج في المباراه اللي جايه ان شاء الله باذن الله تعالى.